بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا طريقة ربط الماطور والأعطال المحتملة في كارت المبردة البلاستيك. هذا الماطور الوجبة الجديدة مال هاي السنة، الوارات اللي جايتنا هالسنة حسب المخطط مالتها، عندنا القهوائي والأحمر هذني يروح على الكونديشر. قرب الصورة. الأبيض هذا مشترك، هذني عندنا السرعة. الأسود عالي والأزرق وسط، وهذه سرعة بطيئة. هسه نجي نربط. هذا الكارت خاف اللي أحد ما تابعه صورني عن قرب. هذا الكارت مالتنا، زوم عليه. هاي عندنا نقاط التوصيل 220، أول واحد 220، وهذا عندنا خط 220 كهرباء. عندنا الأبيض هذا هو يجينا من الماطور على أول على ثاني واحد، وعندنا قلنا هذني كونديسرات. الأسود عندنا السرعة العالية، هذا يكون بالأسفل، وراء الأزرق السرعة المتوسطة، وراء الأصفر هذه السرعة الضعيفة. هسه ربط الماطور، الواتر ما ربطنا لكم عليه، شغلته بسيطة. اغلب الاعطال اللي عندنا تصير هنايا، هواي ناس ما عندهم الريموت مالته، الريموت مالته غالي، فيظلون يدوسون بالدقم الى ان يعطل. فهاي غلبنا على هالمشكله بهذا الريموت. هذا الريموت كل بيت موجود بيه، ريموت الستلايت، فراح تستخدم بس هاي للاطفاء والتشغيل. هاي الدقمه مشرع عليها بالاحمر، وهذه لتبديل السرعه. اذا عندك اشكال بالواتر بام ما يشتغل، تقدر تشغل الواتر بام ويا الكهرباء مباشرة، حتى من تشتغل مبردة تشتغل مباشرة. هاي احد الاعطال. العطل الثاني عندك هاي المحولة اللي هي هاي، هاي بها دخول وخروج، دخول 220 وخروج. هاي النقطة اللي بالنص هاي بس للتثبيت، فهاي تعطل. تقدر تفتحها اكو هناي فيوز تلغي، اذا ما قدرت تلغي تجيب اي محولة 12 فولت تختار من عندها دخول الكهرباء والخروج، وتخليها مكانها، ترفع الاغطيه الحديد وتثبتها بمكانها دخول وخروج، يعني ما يرادها كل شيء. اذا ما عندك كلش، عندك هاي محاوله مال ستلايت تربطها على الكهرباء وتختار منها هي، تحدد الزائد والناقص، هم تربطها على خروج، يعني على الخروج مال المحاوله من جوا تربطها. هاي الحلول اللي تخلصك من المشكله. اذا كلش ما قدرت تصلح الكارت وانت مستعجل عليه، تقدر تستخدم هاي الجوزه الثلاثية. هسه خلينا نشغلها ونرجع عليها شلون نربطها. هسه راح نجي نربط الكهرباء. لاحظ اشتغل الجهاز. هاي ما خلينا لكم مروحه، خلينا لكم التيب حتى تشوفون السرعه مالتها. باع هاي الدقم ايش راح اسوي؟ شغلته. هسه اشتغل الماطور. هاي اجي باع العداد، باوع سرعه ثانيه، سرعه ثالثه. واضح؟ هاي طريقة التشغيل. الواتر بام عندنا هنا طرف راح يربط، وهنا على رقم 9 كاتب لكاني، وماطور التدوير هم طرف هنا والطرف هذا هنا. إذا عصى عليك الكارت ما قدرت تصلحه، ما قيمك فني وأنت مستعجل في الشغل المبردة، راح أعلمك طريقة شلون تربطها على هاي. تفتح لك فتحة صغيرة بالمبردة قريب على الوايرات، وراح أعلمك الربط مالتها. نفس الكهرباء. السلام عليكم. حضرونا، لان احنا ترى بالشارع، المحل مالنا بالشارع. نجي على الربط مالتها. اغلب الفنيين يعرفون الربط مالتها. احنا قلنا هذا الابيض هو مشترك، مشترك راح نربطه هنايا. شوف الجوزه هاي اللي جوا، والاسود نربطه فوق، والازرق نربطه اللي جوا. واضحه؟ الاصفر راح نلغيه باعتبار سرعه بطيئه، ما نحتاجها، ما حد يستخدمها. نجي عندنا الكهرباء هسه، وين راح نربط الكهرباء؟ واحد ويا الابيض، لاحظ؟ وواحد هنايا. وتقدر تضيف الواتر بام.